بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ذكر المؤرخون أن في العاشر من شهر ربيع الآخر كان وفاة السيدة الجليلة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ولدت في المدينة المنورة في غرة ذي القعدة، في الأول من ذي القعدة عام 173، وقبضت، توفيت في العاشر من شهر ربيع الآخر عام 201 في قم، يعني على حسب الروايات التي وصفت المدينة ووصفت قم أن ولادة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر ووفاتها كانت في عش محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبوها الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه سابع أمة الحق أمة الهدى، أمها السيدة الجليلة نجمة ومعروفة بأروى وتكتم، ولقبت بالطاهرة أو سميت بالطاهرة لما ولدت بالرضا عليه السلام، سماها الإمام الكاظم بالطاهرة. فهذه السيدة الجليلة نجمة اللي لها أكثر من اسم أروى تكتم هي والدة للإمام الرضا ولفاطمة الكبرى المعروفة بالمعصومة المدفونة بقم، وللقاسم ابن موسى بن جعفر المدفون بالحلة المشهور السيد قاسم هناك. وإلى منزلتها أشار أحد الشعراء وهو يثني على الإمام الرضا عليه السلام: ألا أن خير الناس نفسا ووالدا ورهطا وأجدادا علي المعظم، أتتنا به للعلم والحلم ثامنا، إماما يؤدي حجة الله تكتم. هذه السيدة الجليلة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر لها من المآثر ولها من المواقف، ولكن التاريخ لم يسجل لنا إلا القليل من حياتها سلام الله عليها. رغم هذا القليل إلا أن منزلتها وسمو مقامها، نعرف هذا الأمر، أعني سمو المقام والمنزلة الرفيعة، من خلال هذا القليل الذي وصل إلينا ومن كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، أعني بعض الأئمة في حقها، وبالإضافة إلى سيرة العلماء والفقهاء ومراجع التقليد. واليوم تعلمون أنتم مدينة قم مدينة معروفة بالعلم والعلماء وأهل الفضل، مراجع كثر هناك، فقهاء فضلاء، مدينة علمية معرفية في قم. وكان قد روي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أن قم عش آل محمد ومأوى شيعتهم، وامتدحت قم. في أيضا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله حرما وهو مكة، وللرسول صلى الله عليه وآله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين علي عليه السلام حرما وهو الكوفة، ولنا نحن حرم. يقول احنا هم لنا حرم، يعني قصد الأئمة بعد الإمام أمير المؤمنين، ولنا حرم وهو قم، وستدفن واحدة من أولادي. الأولاد يطلق على الذكور وعلى الإناث، البني والبنات، وهي فاطمة، من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة. يعني الإمام سلام الله عليه لم يرها بعد، ولكن علم بشأنها ومكانتها، وعبر عن المكان الذي تدفن فيه حفيدته فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر بأن هذا المكان حرم للأئمة من بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن لنا حرما وهو بلدة قم، ستدفن فيه واحدة من أولادي اسمها فاطمة. فهذه المدينة عظيمة قم، وقيل سميت بقم لأن كثيرا من أهلها سيقومون مع مولانا الإمام المهدي القائم من آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاطمة معروفة بأكثر من لقب، من جملة ألقابها بالكريمة، معروفة بكريمة أهل البيت. الكريم تارة يكون كريم بماله، وتارة كريم بعلمه، وتارة كريم بوقته ومكانته، يقضي حوائج الناس. وهذا اللقب على الأطلاق أعطي لها، كريمة، كريمة أهل البيت. وكانت أيضا معروفة بالشفيعة. أنتم تعلمون ليس كل إنسان موفقا ليكون صاحب الشفاعة. الله في القرآن الكريم يذكر الشفاعة والشفعاء، من الذي يكون شفيعا؟ القرآن واضح يقول إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. هم يأذن له بأن يكون شفيع وهم يرضى بقوله. وايد المسألة عظيمة هذه. فهذه شفيعة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، وأنت تقرأ في زيارتها، وستأتيك زيارتها إن شاء الله، نقف عند بعض فقرات زيارتها. تخاطبها عندما تزورها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. فمكانتها عظيمة. وكانت أيضا هو المشهور المعصومة. الحين في بعض الكتب ذكرت أن الإمام الرضا عليه السلام هو الذي أطلق عليها هذا اللقب المعصومة. وكانت معروفة أيضا بالمحدثة. المحدث أو المحدثة هو الذي يحدث بأحاديث بروايات. أنا تابعت شنو الأشياء اللي نقلت عنها، هي روت ماذا، لاحظت أنها كانت تركز على الأحاديث والروايات التي تنقل عن العقائد، يعني كانت تريد أن تثبت عقائد الإمامية، يعني هذه العقيدة. ما كانت تتكلم عن عبادات المروي عنها، يعني أربع روايات اللي شفت أنها روتها هي سلام الله عليها. الرواية الأولى الغدير، وحديث الغدير مشهور ومعروف، مو بس متواتر، راح فوق التواتر. ونقلت أيضا حديثا آخر عن ولادة الإمام الحسين عليه السلام، أنه لما ولد قال النبي صلى الله عليه وآله لعمته صفية: عمة أين ولدي الحسين؟ قالت: لم ننظفه بعد. هذا شغل النساء، ليه من نظفه؟ قال لها: يا عمة أنت تنظفينه، الله نظفه وطهره، هذا أمره موكول إلى الله. فكانت تنقل هذه الرواية، تتكلم عن ولادة معصوم، وهذا عقيدة. الرواية الثالثة نقلت هذا الخبر عن الأئمة عليهم السلام أنه مكتوب على كل باب من أبواب الجنة: بخن بخن لشيعة علي، من مثل شيعة علي، بشر شيعة علي بطيب المولد. هم هذه مرتبطة بالعقيدة. الرواية الرابعة رواية ذكرتها وكل السلسلة فواطم: حدثتني فاطمة بنت هذا الإمام، قالت حدثتني فاطمة، سلسلة كلها فواطم روتها هي فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. قالت حدثتني فاطمة بنت جعفر الصادق، قالت حدثتني فاطمة بنت محمد الباقر، قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين. وهذا يكشف لك عن اهتمام الأئمة بأن يسموا بناتهن فاطمة، هذا اسم عظيم فاطمة. معروفة رواية الإمام الصادق عليه السلام اللي قال واحد قال: أبشرك يا ابن رسول الله، كنت أنت تدعي لي أن الله يرزقني ذرية، الله رزقني. قال: ولد أم جارية؟ قال: جارية بنت. قال: الحمد لله. الإمام سأله: ماذا سميتها؟ قال: فاطمة. بس قال فاطمة استعبر الإمام. قال: أما أن سميتها فاطمة فلا تضربها ولا تشتمها وأكرمها، كأنه يشير إلى ما جرى على الزهراء فاطمة عليها السلام، وأنت كلما تنظر إلى ابنتك هذه فأكرمها، إن لم تكرم فاطمة من قبل قوم، ولا تضربها ولا تشتمها، فإن الزهراء سلام الله عليها تعرضت للضرب. هذا تعبير جدا عظيم، وهذا الكلام يعني ترك لوعة ومأساة، بحيث كل واحد عند بنت اسمها فاطمة عليه أن يتذكر ما الذي جرى على الزهراء من جهة، ومن جهة ثانية هذه البنت تكرم تحترم من أجل الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. تكمل هذه فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر،
قالت حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين، قالت حدثتني فاطمة بنت الحسين. فاطمة بنت الحسين اللي هي زوجة الحسن المثنى، السادة الحسنيين اللي يرجعون إلى الحسن المثنى ابن الإمام الحسن، جدتهم فاطمة بنت الإمام الحسين. قالت حدثتني عمتي زينب، هذا إن لم تكن اسمها، إن لم يكن اسمها فاطمة فروحها أمها فاطمة. قالت سمعت أمي فاطمة عليها السلام تقول سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذه أربعة أحاديث روتها فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر، وضعتها بين أياديكم، كلها في العقيدة، تبين مدى الارتباط بأمير المؤمنين صاحب الغدير من كنت مولاه في ذاك اليوم، وأهمية الاعتقاد بحال الإمام عندما يولد، وماذا مكتوب على أبواب الجنة بشر شيعة عليين، ها؟ وبعد هذا الحديث الذي سمعتموه، بشارة كل من يموت على حب آل محمد يكون شهيدا، له ثواب الشهيد، شنو من منزلة، شنو من عظمة. كانت تركز على هذه الأحاديث في السفر، في الحضار، بالسر، بالعلن، وهذا ترى قيمة الإنسان. وأنت هكذا كن، أنقل الأحاديث. اليوم ما شاء الله وسائل التواصل إيش كثر أحاديث، ناس ما شاء الله بتويتر، واتساب، فيسبوك وغير، انشر هذه الأحاديث. الكافي ينقل رواية من روايات الإمام الصادق عليه السلام، يقول قول هذا الشيء إذا بقيت إيمانك يستكمل. يقول من أراد أن يستكمل الإيمان كله فليقل، أو من أراد أن يستكمل إيمانه كله، أو من أراد أن يستكمل الإيمان كله فليقل القول مني في جميع ما أقول قول آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إنزين، فهذه فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر. هذا الحين جانب، محدثة عرفناها، المعصومة، الشفيعة، الكريمة، المحدثة، هذه بعض ألقابها. وكذلك أيضا ذكروا شيئا من علمها. شلون الواحد يعرف علم الشخص؟ لابد أكو واحد مؤيد، وهذا المؤيد مجتهد، عالم، ناس أهل فضل وعلم يجمعون على علمه. الله يرحمه ابن العرندس، ابن العرندس أكثر الناس، أكثر الشيعة اللي يعرفونه شاعر، وشاعر معروف بقصيدة من قصائده الولائية، وتقرأ هذه القصيدة مشهورة، وخاصة الجانب الحسيني من قصيدته الغراء المعروفة، إمام الهدى سبط النبوة والد الأئمة رب النهي مولا له الأمر، أبوه الإمام المرتضى علم الهدى وصي رسول الله والصن والصهر، إلى أن يوصل ويقول وفيه، يعني وفي الإمام الحسين، وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر، حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي فمن زيد سواه ومن عمرو، إلى أن يقول أيقتل ظمآنا حسين بكربلا وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة ماء الفرات لها مهر. معروفة الأبيات الرائية اللي الله يرحمه الشيخ الأميني، هذا بطل العلم والتأليف، وهذا المدافع عن أهل البيت عليهم السلام، والمثبت حقهم من مصادر المسلمين كلها، صاحب موسوعة الغدير، نقل أن هذه القصيدة الرائية لابن العرندس إذا قرأت في مجلس فالإمام المولى صاحب الأمر أرواحنا له الفداء يحضر، يحب هذه الأبيات، أكو عناية مع هذه الأبيات. الغرض عنده كتاب هذا ابن العرندس اسمه كشف اللآلي، وهو متوفى في سنة 800 وشيء هجرية، هذا ابن العرندس ينقل هالخبر، يقول أن وفدا من الشيعة وفدوا المدينة، راحوا المدينة يبي يلتقون بإمامهم موسى بن جعفر سلام الله عليه. كان الإمام الكاظم خارج المدينة ذاك اليوم، زين وين ولد الرضا؟ مو موجود، عيال الذكور العلماء منهم مو موجودين. أصابهم شيء من الهم، لا التقوا بإمامهم ولا بواحد من الأئمة ولا بواحد من أولاده،
بيرجعون الحين. قبل لا يرجعون، فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر يقول كانت صغيرة، بعض الروايات تقول حتى 9 سنين يمكن عمرها وكذا. المهم يقول فقالت لبعضهم، بعض الغلمان الموجودين، انظر ماذا يريدون، يعني شنو في عندهم حاجة معينة. فقال هذا الغلام سيدتي يقولون جاءوا إلى لقاء أبيك ولكن لم يجدوه، ومعهم أسئلة أورق فيها أسئلة لامينها جامعينها يبون الإمام يجاوب عليها. فقالت فليناولوني هذا الكتاب الذي فيه المسائل، وعطوها وأجابت، كتبت الأجوبة سلام الله عليها، وسلمت هذه الرسالة لهم للشيعة. والحين هم طالعين، طلعوا من المدينة، في الطريق التقوا بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام، كان راجع. أرجع وأقول لك هذه الرواية ذاكرها ابن العرندس في كتابه، ابن العرندس في كتابه كشف اللآلي. فقالوا حق الإمام أردنا أن نراك، أن نلتقي بك، بس الحمد لله شفناك الحين بعد بالطريق ومضطرين نرجع، وأردنا أن نسألك، ابنتك أجابت، ابنتك فاطمة، قال أروني الكتاب وأروني ما في هذا الكتاب. فشاف المسائل وشاف الأجوبة. ينقل ابن العرندس يقول فقال الإمام موسى بن جعفر بعد أن قرأ أجوبة ابنته فاطمة على هذه المسائل، مسائل الوفد الشيعي، فداها أبوها 3 مرات. هذه الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة سلام الله عليها. هني الإمام موسى بن جعفر بعد ما قرأ هالأجوبة قال فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. هذا بروحه يكفيك أن تعرف شيئا من منزلتها العلمية سلام الله عليها. بعد أيضا عندما أخذ أخوها الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة، أجبر على أن يترك المدينة إلى مرو إلى خراسان، ما تحملت فراق أخيها، وكان لها رأي صوت إعلامي ذاك اليوم، قالت لبني هاشم وقالت للشيعة في المدينة أهكذا يصنع بإمامكم، ولم تحركوا ساكنة. فخرجت سلام الله عليها، وخرج معها إخوتها وجملة من بني هاشم وجملة من الشيعة من المدينة. الحين بيقصدون الإمام الرضا وين ما كان موجود، وراحت في الطريق إلى أن وصلت إلى منطقة اسمها ساوة، معروفة ساوة هذه في إيران مشهورة ومعروفة. مرضت هناك، لما مرضت قالت كم بيننا وبينكم. طبعا في رواية أخرى يقولوا إن العباسيين أرسلوا جيشا لمواجهة بني هاشم الذين كانوا مع فاطمة بنت موسى بن جعفر، وصارت مواجهة وصارت مجزرة، وقتل جمع من بني هاشم، وفر بعض أولاد موسى بن جعفر إلى بعض الأمكنة، اللي منهم 3 أو 2 وصلوا إلى شيراز، شاه شراغ السيد أحمد المشهور المعروف اللي يزار قبره اللي قبل تقريبا 10 أيام، المجزرة اللي صارت هناك، الله يرحم الشهداء إن شاء الله ويشفي الجرحى وينتقم شر انتقام من الإرهابيين التكفيريين. فقسم منهم فروا هناك من جور وبطش العباسيين، وقسم قتل. يقول فإثر ذلك مرضت فاطمة بنت موسى بن جعفر، شافت مقتل إخوتها وأهلها وأصحاب أبيها، فمرضت وقالت لمن بقي كم بيننا وبينكم، إيش كثر بيننا وبينكم، لأنها كانت تسمع بالروايات عن أبيها وعن أخيها، شنو من منزلة لبلدة قم ولأهل قم شيعة قم. فقالت كم بيننا وبينكم، قالوا لها 10 فراسخ. 10 فراسخ، الفرسخ عبارة عن تقريبا 5 كيلو، يعني فاصلة، يعني هذا اللي يذكر 5.5، 5 كيلوات ونص تقريبا، 5 كيلومتر ونص تقريبا هذا اللي يذكرونه. ولذلك عندنا احنا الفراسخ او الفرسخ، كلمة فرسخ طبعا هذه فارسية، الصحيح فرسنج، ولكن عربت صارت فرسخ، وايد عندنا احنا كلمات اصلها غير عربي بس عربت. مثلا بالقرآن ذاكرين ان من سجيل، سجيل اصلها الكلمة سنجيل اللي هو الطين الصخري او الحجر الصخري او الطين الصخري، سنجيل، فعربت الى سجيل. يقول هذه نفس الشيء هني،
فرسخ أصلها فرسنج، فرسخ تقريبا 5 كيلوات ونص، الحين في البعض شوي يزيد البعض ينقص، وهذه تقراها أنت أحيانا في بعض المسائل الشرعية. حضرتك تقرأ مثلا أن بين الجمعتين إذا الواحد يبي يقيم جمعة لا يكون بين جمعة وجمعة أقل من فرسخ، فرسخ فأكثر، يعني 5 كيلوات ونص فأكثر. الجمعة الأولى إذا أقيمت بعد ما يصير هذا يقيمها الثاني، لأن أكو جمعة مقامة، إلا إذا كانت المسافة أكثر من فرسخ، يعني أكثر من 5 كيلوات ونص. إنزين شنو هذه المسافة؟ يقولون هي المسافة المطروقة اللي فيها الطريق تقدر من خلالها وتوصل المكان الثاني. بعد وين تقراها في المسائل الشرعية والرسائل العملية؟ صلاة المسافر، يقول أن تكون الصلاة هذه 8 فراسخ، إما امتدادية كلها كاملة أو تلفيقية، يعني ذهابا وإيابا. إش كثر المسافة؟ يقول 8 فراسخ، فإذا بتضرب 8 × 5.5 عليكم الحساب إش كثر يطلع 44 كيلو تقريبا. فإما ذهابا 22 كيلو وإيابا 22 كيلو، أو امتدادية اللي هي 44 كيلو، هذا اللي يذكرونه. فقالوا لها يا بنت رسول الله بيننا وبين قم 10 فراسخ، يعني 55 كيلو إلى أن نوصل هناك. قالت فلنذهب إلى قم، وراحوا بالفعل هناك. واحد من اللي كان في ركبها راح أسرع إلى أهل قم وقال هذه فاطمة بنت موسى بن جعفر ومعها بعض بني هاشم بعض الشيعة، قتل من أخوتها وقتل من أهل أصحاب أبيها وكذا. طلع كبير أهل قم، واحد من وجهاء قم اسمه موسى بن الخزرج الأشعري، الأشاعرة هناك معروفين في قم، وأخذ بزمام ناقتها وأكرمها وأنزلها في دور، في دار من دورها، وايد عنده دور هناك كانت في قم، فجزاه الله خيرا، رحم الله والديه، خوش استقبال، وأخذها مع أنها مكلومة مجروحة ودها تشوف أخوها الإمام الرضا، تبي تسافر إلى إمام زمانها، أنزلها في دار من دوره وبقيت هناك، بقيت 17 يوم ثم ماتت. ساء حالها، حالتها الصحية كانت سيئة، ما قدرت يعني تعالج، ويا بولها ناس، وأكو قبر هناك بقم، قيل هذا القبر لعطار أو طبيب كان يذهب إليها ببعض الأدوية والأعشاب لتعالج، بس ما فاد معاها العلاج. رغم مرضها ورغم الغربة اللي كانت فيها هناك أيام قليلة، بس استفاد منها أهل قم. شوف هذا اللي يستفيد من الوقت، مع أن غربة ومرض وضغوط والحالة النفسية الله العالم بها، واليوم نشوف إش كثر الناس متاحة لهم الفرص بس مو قاعد يستفيدون من أوقاتهم من هالفرص، لا بعلم لا بمعرفة، يضيعون الوقت بسوالف ونوم وأكل وكذا، ما يستفيدون من هذا الوقت. إدارة الوقت مهمة يا أخوة، أكو دورة اسمها إدارة الوقت، شلون الواحد يدير وقته، شلون يستفيد من كل وقت من أوقاته، هذا رأس مال الإنسان. الله يقسم والعصر والصبح والليل والفجر، ها ليش يقسم فيه؟ لأن هذه أوقات ثمينة، الفجر الصبح العصر الليل، ها كلها أوقات ثمينة للإنسان، لازم يستفيد منها يستغلها. شوف هذه 17 يوم استفاد منها أهل قم، الرجال النساء الكبار الصغار يسألونها تجاوبهم، استفادوا من علومها ومعارفها وعبادتها، حديث الغدير وغير وغير من هالأمور. ولذلك المكان اللي كانت فيه أطلقوا عليه اسمين، الاسم الأول المدرسة الستية، وانت تدري المدرسة هذا مو مكان الواحد يروح يستريح أو يستلقي أو يسولف، للدراسة يعني للعلم، معناتها كانت تعلمهم. الاسم الثاني بيت النور، لأن هي نور فسموها البيت بيت النور، واستفادوا من عبادتها من الأعمال الصالحة من هالأمور هذه. فعلم وعبادة وكل خير خلال هال17 يوم، المدة القليلة رغم مرضها ورغم أن يوم بعد يوم كانت حالتها الصحية تزداد سوءا وغير الحالة النفسية، تريد أن تلتقي بأخيها ولكن منعها المرض ومنعتها المسافة البعيدة فماتت سلام الله عليها. الله يرحمه، واحد من اللي ذكر لها أبيات في ذلك، قال فيها يخاطبها، شو يقول لها؟
يقول لها: يا بنت موسى وابنة الأخيار، أخت الرضا وحبيبة المختار، يا درة من بحر علم قد بدت لله درك والعلو الساري، ما زلت يا بنت الهدى معصومة من كل ما لا يرتضيه الباري، من زار قبرك في الجنان جزاؤه هذا هو المنصوص في الأخبار. أبيات عظيمة جدا، خاصة هذا البيت الأخير، لأن عندنا روايات في استحباب زيارة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. شوف هذه الخطوط اللي صارت، حطوها مباشرة إلى مشهد زينة، إن بسرعة الواحد يروح إلى الإمام سلام الله عليه، بس من جهة إن كثير من الناس ما قاموا يروحون إلى الإمام، إلى المعصومة فاطمة سلام الله عليها، يزورون الإمام سلام الله عليه ويرجعون قبل، لأن كان طريق ترانزيت، يروحون طهران بعدين يروحون إلى مشهد، فهذه روح الطهران تخليهم يروحون إلى قم. المفروض الواحد يخلي النية أني أنا بزور المعصوم وبزور الإمام الرضا. الحين إذا ما صار لي وكذا، نعم أزور الإمام الرضا اللي بزيارته بعد ما شاء الله الثواب العظيم، ثواب عظيم زيارة الإمام الرضا عليه السلام، بس هذه خلت كثير من الناس تتكاسل وما تروح زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليه. ما أدري إذا تشاركون الرأي ولا، هذا اللي أشوفه يعني. قبل اللي يروح ترانزيت لازم يروح يزور فاطمة بنت موسى بن جعفر، الحين إما بالذهاب بيزور الإمام الرضا الحين وترانزيت عن طريق مثلا طهران، أو بالعودة. الحين بعد سمعت إن حطوا مطار في قم، بعد هذا يسهل اللي بيروح بعد بشكل مباشر إلى فاطمة بنت موسى بن جعفر، لأن الروايات في زيارتها عظيمة ونقرأ لكم إياها إن شاء الله بعد شوي. ومن أجل حفظ مكانة زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر أذكر لكم هذه الحادثة أو هذه القصة، وصارت في عهد السيد البروجردي المرجع. نقلوا أن أحد الملوك من ملوك العرب كان بيزور المرجع البروجردي، لأن ثقل هيبة ذاك اليوم، وقال بعد احنا بنوطد العلاقة بنشوف من علمائهم، مرجع الشيعة مرجع الطائفة البروجردي، وكان في قم. فقالوا له: الملك الفلاني بيزورك. قال: إذا يزور فاطمة المعصومة بعدين يزورني أهلا وسهلا، بس إذا قاصد بيزورني أعتذر، أنا ما أستقبل. ليش؟ هذه فرصة. قال: لا، هذه تصير إهانة لفاطمة بنت موسى بن جعفر، وما بيكون أنا السبب للإهانة. قم، فاطمة بنت موسى بن جعفر أول من تزار، هي أي واحد يبي يقصدها أول شيء يزار، أول جهة تزار فاطمة بنت موسى بن جعفر. هذا موقف سجل للمرجع الأعلى في ذاك الوقت السيد البروجردي رحمة الله عليه. شوف حرصه على زيارة فاطمة بنت موسى بن جعفر. وتي الروايات، من هالروايات هالروايتين، الإمام الجواد عليه السلام يقول: من زار قبر عمتي بقم فله الجنة، ضمان الجنة، والرواية موجودة في كامل الزيارات. الرواية الثانية هذه شوي مفصلة، الإمام الرضا سلام الله عليه وهو في خراسان، طلعوا له وفد من قم، يمكن هذا السنة 200 أو 201، نفس السنة التي استشهد فيها الإمام الرضا عليه السلام. راحوا أهل قوم بقيادة أو على رأس هذا الوفد واحد من وجهاء ومن علماء قوم اسمه سعد بن سعد القمي. دخلوا على الإمام الرضا عليه السلام، الحين صار كلام وحكي. الإمام الرضا قال لسعد، قال له: يا سعد، إن لنا عندكم قبرا، احنا لنا قبر عندكم، عندنا بضعة، عندنا قطعة هناك. فقال: نعم يا ابن رسول الله، تقصد قبر أختك فاطمة بنت موسى بن جعفر؟ قال: نعم. قال: إذا أتيت قبرها، اسمع زين، هذه الزيارة اللي أنت حضرتك تروح تزورها فاطمة المعصومة، هذه من وين مأخوذة؟ بس لازم تعرف مقدماتها، لأن احنا عندنا المقدمة وذو المقدمة. هذا أبسط مثال يضربونه بالصلاة، الصلاة هي ذات المقدمة، المقدمة الوضوء، الغسل، التيمم، لأن ما تقدر تصلي أنت بدون تيمم، بدون وضوء، بدون غسل. فهذه الصلاة يسمونها ذا المقدمة،
والوضوء اللي هي الطهارة، سواء الطهارة الترابية التيمم أم الطهارة المائية، الوضوء والغسل، هذا يسمون المقدمة. هني بيعلم الإمام أن قبل لا تزورها، قبل الزيارة أكو أشياء آداب لازم تراعيها. قال له إذا أتيت قبر أختي فاطمة بنت موسى بن جعفر هناك بقم الموجود عندكم القبر، فقم عند رأسها، مكان الرأس المدفونة هي هناك، هذا واحد. اثنين، واستقبل القبلة. ثلاث، وكبر الله 34 واحمده، عفوا، وسبحه 33 واحمده 33. انت تسبيحة الزهرة المشهورة 34 الله أكبر، 33 الحمد لله، 33 سبحان الله، هذه المشهورة. هني الإمام سلام الله عليه شي يقول له؟ يقول له قم، أوقف، أنت بتزورها كن قائما، قم عند رأسها واستقبل القبلة، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث، وكبر الله 34 وسبحه 33 واحمده 33. قدم التسبيح على التحميد قبل أن تزور فاطمة، ثم قل السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله. هذا اللي تقرأه حضرتك بزيارة وارث تقرأه هناك. يجيب الإمام كل هالأنبياء وللعزم وأبوهم آدم، ها، وبعدين عقب هالسلام كله على النبي آدم وأنبياء وللعزم الخمسة، بعدين السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت خديجة وفاطمة، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر، يا أخت ولي الله، يا عمة ولي الله ورحمة الله وبركاته، يا فاطمة أشفعي. شوف زيارتها عظيمة جدا اللي تزورها. فهذه الزيارة عبارة عن سلام ودعاء، تقعد تسلم وتسألها، تطلب منها، ودعاء تدعو. شوف هني مثلا السلام الحين عرفته، خاصة لما توصل هني، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله. بعدين تكلمها، تخاطبها، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. حلو، فإذا سلام وبعدين طلب منها وبعدين دعاء. شنو هذا الدعاء؟ من هالدعاء اللي ذاكر الإمام معلمنا شنو نقول عند قبرها ونحن نزورها في خلال الزيارة؟ لأن الدعاء مستجاب عند قبرها، هناك عند قبر فاطمة المعصومة في قم. هني قول هني عرف الله بيننا وبينكم، هذا دعاء، عرف الله بيننا وبينكم، وحشرنا في زمرتكم، وسقانا بكأس جدكم من يد علي شربة لا نظمأ بعدها، أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرح، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه. هذه الفقرات من الأدعية عظيمة هذه. وين الإمام يقول وين تدعي؟ ببيتك؟ ممكن لا، يقول عندها وأنت تزورها، تتضمن الزيارة هذه العبارات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لزيارتها في الدنيا وفي الآخرة لشفاعتها، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا مولاي أبا عبد الله الحسين، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، صلى الله عليك أبا عبد الله، السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، عجل الله لك الفرج سيدي وحفظك ومساك بالخير والسرور والعافية، وأسألك الدعاء لي ولوالدي وذريتي والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.